السلام عليكم، معكم محمد ابراهيم من موقع تعلم لغات البرمجة. غادي نكملوا على داكشي اللي بدينا لا ديرنيير فوا في جي اس اكسيوس اي لا رافيل. لا ديرنيير فوا استطعنا اننا نافيشيو لا ليست ديال لي اكسبيريونس اللي عندنا. دابا غادي نحاولوا ناجوتيو اون اكسبيريونس. دونك اون فوا جو كليك سور اجوتي خاصو يتافيشي لي هنا ان فورمولير فيه 4 انفورماسيون: تايتل، على لو تيتر، بودي، date début, date fin d'expérience et le bouton d'ajout. Ok, donc une fois qu'on clique sur ajouter, ça se automatiquement il ajoute la ligne à la base de données ou il affiche la ligne naïf expérience sans rafraîchir la page. C'est très important chez un Google Chrome sans rafraîchir la page. Ok, alors je vous laisse dans le corps. Restez comme un. بسم الله على بركة الله، غادي نديرو كيلكو موديفيكاسيون على لو كود اللي درنا بريسيدامون إيير. غادي نمشي لو كود وهنايا لاحظوا معايا بأننا تنأفيشيو لا ليست ديال كاع لي زيكسبيريونس اللي عندنا. دونك حنا بغينا نأفيشيو كو ليكسبيريونس ديال داك لو سي في أفيشي. تاني حاجة وأنا قلت لكم بأن هاد الأو آر إل غيولي ديناميك، ما غاديش نخليه ستاتيك بحال هكدا لوكال هوست. علاش؟ لان اللي خلينا هكذا هاد لابليكاسيون اللي درناها اون لين و لو نو دو دومين اللي غيكون عندنا ديك الساعه ماشي هو لوكال هوست، غيكون عندنا مثلا ulearndev.net. دونك الاو ار ال ما خصوش يبقى ستاتيك بهاد الطريقه هادي. ثاني حاجه هو اننا كما قلت لكم ما خاصنيش نافيشي كاع لي زيكسبيريونس، خاصنا افيشي كو لي زيكسبيريونس ديال لا بيرسون او لا ديال لو سي في افيشي. دونك باش نديرو هاد القضيه هادي خاصو يكون عندنا دي بارامتر اون فاسون ديناميك. كي غادي نديروها غادي نمشيو الاب دوت بلي دوت بي اتش بي اللي عندنا في اللايوتس. دونك غادي ناخذ هاد لو كود هذا اللي تيكون بار ديفو هنايا، ومن الاحسن غتحيدوا هاد لو سكريبت. هاد لو سكريبت هذا ديال بريسيت ديال في جي اس، كنت تعرفوا شنو هو البريسيت. الوغ غادي نرجع مثلا لهنايا وديك لا كونفيغوراسيون غادي نديرها ابري لاكسيوس. مثلا هنايا اشنو غادي نزيد عليها؟ غادي نزيد عليها جوج ديال لي زانفورماسيون. اول انفورماسيون هو الاي دي ديال لو سي في، هذاك الاي دي حنايا تنافيكتيو لهاد لا فيو. دونك غادي نسميه مثلا غنسميه اي دي اكسبيريانس. دونك نافيكتيو ليه فيرغول، وشنو غيخصنا عاوتاني؟ غيخصنا الاو ار ال يكون ديناميك. دونك غادي نكري هنا اون اوتر فاريابل غنسميها URL مثلا، كليكم تسميوها الطريقه اللي بغيتو. دونك ندير هكذا وغادي نجينيري ان URL بهذه الطريقه هذه. اوتوماتيكمون على حسب لو نوم دو دومين اللي غيكون عندنا اوتوماتيكمون غيتريكوبيراه عن طريق هذه URL هذه. سي بون، دونك عندنا هاد لي زانفورماسيون دابا ديناميك. دابا من الاحسن نحيدو هاد الشيء اللي كنا كاتبين هنايا ونكونكاتينيو معاياش هاد لا فاريابل هذه. هاد لا فاريابل باش نوصلو ليها كاين عندنا وسط ان اوبجي سميتو ويندو، وسط ان اوبجي سميتو لارافيل، وعاد نقدر نوصلو لهاد لاتريبيو هذا. دونك غادي نكتب هنايا ويندو دوت لارافيل دوت، اوتوماتيكمون غيتعرف عليه. هانتوما لاحظتو معايا يو ار ال، ما تنساوش ديرو البلاس باش ديرو الكونكاتيناسيون. سي بون، هادي من جهة. بالنسبة هاد الاي دي هذا غادي نحاولو ندوزو هنا سو فورم دان سيغمون. دونك غادي ندير هنايا كونكاتيناسيون معياش كذلك ويندو دوت لارافيل دوت اي دي. غادي نمشيو ونديرو اون بتيت موديفيكاسيون او نيفو ديال هذاك الاو ار ال اللي هو هذا. دونك غادي نزيد هنايا ان اوتر سيغمون، نديرو مثلا هنا اي دي، وغادي نمشي لو كونترولور جيت اكسبيريونس. دونك هنايا ما غاديش نديرو اكسبيريونس، مي غادي نجيب لو سي في. دونك غادي نجيب سي في بهاد الطريقة هادي وندير عليها ان فايند ونحيد هادشي هذا اللي درنا هنا. وهنايا غادي ندوز الاي دي. دابا بهاد الطريقة هادي غنقدو نريكوبيريو لو سي في اللي حنا دابا تنافيشيو. مزيان، غادي ندير هنايا كري فاريابل سي في هنا سي في، وبالتالي هنايا غادي يمكن ليا نوصل لي زيكسبيريونس ديال هاد لو سي في. دونك دابا يا ما عرفتوش حنايا كنا صاوبنا هاد لي غولاسيون هادو، غادي نمشي للاب وغادي نمشي للسي في. ايوا لا تلقاو بان ديجا حنا مصاوبين اون فونكسيون ديال لا غولاسيون ما بين
CV et expérience. Donc on a le hasmini. Un CV fait plusieurs expériences. Donc on a le jahenaya, on a le stemmel, indique la fonction les déjà aidant. Donc expérience. Bah t'as les cas dit, on affiche les expériences d'hier le CV affiché. نتأكدوا من هادشي اللي درنا دونك غنمشيو لا روت ها هي هاد لا روت هادي غناخدوها لا دونك غادي نجي هنا نكوليو هنايا ونكليكي على اونتري نشوف لا ريبونس سا مارش تري بيان دونك بالطريقة هادي تنافيشيو غير لي زيكسبيريونس ديال لو سي في نيميرو 25 لحد الآن مزيان. دابا هاد القضية هادي مبقاش عندنا مشكل فجوج ديال الحوايج اللي هو الـ URL ولا عندنا ديناميك وكذلك حتى لي زيكسبيريونس ديال كو لو سي في افيشي هما اللي تنجيبو مزيان. دابا غادي ندوزو للمعقول. شنو هو المعقول؟ هو اننا غادي نصاوبو هنايا ان فورمولير. دونك هذاك لو فورمولير غادي يكونو فيه 4 انفورماسيون ولا 5 انفورماسيون غادي نديروهم وسط اون ديفيزيون ووسط هاد لا ديفيزيون غادي نكريي هادوك لي زينبوت لي بغيت وهادوك لي زينبوت غادي نديروهم وسط ديفيزيون اللي غنابليكيو عليهم دي كلاس ديال بوستراب غادي ندير وسطها لابيل لابيل اي انبوت دونك غادي نفرق بيناتهم. دونك هاد لابيل هادي غادي نديرو فيها التايتل ولا التيتخ نديرو هنايا بليس هولدر لو تيتخ فورم جروب كناخد هاد الانبوت هادي ونديبلوكيها غادي نديرو بادي غير هو ما غاديش نستعملو كوم انبوت غادي نستعملو تيكس اريا او كونتوني. الوغ يبقى لينا دات ديبي و دات فان دونك غنحاولو نديروهم في نفس لالين غادي نابليكيو عليهم اون ديفيزيون رو و وسط الرو غادي نديرو اون اوتر ديفيزيون اللي هي الكول ام دي 6 و غنمتوبليو هادشي هدا فوا 2 اوكي. دونك هنا غادي نحاول ندير باردون la même chose pour le placeholder dat la durée fin tout court aib qalina chnou aib qalina le bouton غادي نحاول ندير هنايا ان سول بوتون دونك بوتون اون ابليكي ليها البي تي ان بي تي ان بي تي ان شنو نديرو انفو فوالا اون ابليكي اون اوتر كلاس اللي هي البي تي ان بلوك باش يشد لينا لا ديفيزيون توت اونتيي دونك سا مارش غنسميها اجوتي فوالا نمشيو نفيزواليزيو دابا هادشي اللي درنا يلا دونك نديرو ريفريش هنايا غادي نحيد هادشي شنو سميتها فوالا سي في اس 25 اوكي دونك غادي ندير ريفريش فوالا ها هو دابا عندي لو فورمولير ديالنا غير هو تلاحظ بانه بحال الا ما تابليكاوش عليه لي كلاس غادي نرجع نشوف شنو هو المشكل تكست اريا فورم جروب وي هنايا ما خصناش نديرو فورم جروب خصنا نديرو فورم كنترول صافي نمشيو دابا ونديرو ريفريش ونشوفو اسكو سا مارش او نو فوالا دونك هاد تايتل هاندا بادي دا ديبي دا فان هاد دات ديبي دات فان غادي نديروهم دو تيب دات دونك غادي نرجعو هنايا غادي نستعملو ال HTML5 نديرو هنايا ديت وغيتبدل غيولي فيه الكالندريي دون فاسون اوتوماتيك في الكروم دونك لاحظت معايا غيولي فيه كالندريي لا مي شوز هنا الا بغيتو تستعملو نتوما ديت بيكر يمكن ليكم تستعملوها سي بون دونك لو فورمولير عندنا مزيان وليني لافيشاج اللي كان عندنا ديال لي زيكسبيريونس ما بقاش تيبان لينا داكشي علاش غادي نشوفو شنو هو المشكل نحاولو نديرو لانسبكسيون غادي نمشيو للكونسول وهنايا تيقول لنا عندنا ايغور شنو المشكل الوغ انا نرجع نشوف شنو درنا حنايا ملي تنبغيو نكيتيو لانفورماسيون دونك هي هادي ويندو لارافيل اي دي هنا عندنا هنا عندنا اي دي اكسبيريونس وهنايا درت انايا اي دي دونك خاصني نحيد اي دي وندير اي دي اكسبيريونس دابا غادي نمشيو نديرو ريفريش نشوفو اسكو سا مارش او نو فوالا دابا ها هو تيجيب ليا الداتا ما عندنا حتى شي مشكل هما هادو دابا لي زيكسبيريونس ديالنا. اول حاجه هاد لو فورمولير ما خصوش يبان خصو يكون كاشي تان كليكي على اجوتي عادي يبان
دونك باش نديرو هاد القضيه هادي غادي نرجع لو كود في جي اس، غادي نحاول نكريي اون نوفيل فاريابل غادي نسميها مثلا اوبن. نجيو هنا نديرو لها اوبن كلي كنت تسميها بيان سور لي بريتو، غادي انيسياليزيها بالفولس. دونك دابا غادي نمشيو نابليكيو هاد لا فاريابل اوبن على لا ديفيزيون اللي فيها لو فورمولير. هادي هي لا ديفيزيون ديالنا، دونك غادي نابليكي هنا لا ديريكتيف في اف، دونك في تيري دو 6 اف، و غادي نافيكتي ليها لا فالور ديالنا اللي هي اوبن. هاد لا فالور الا كانت ترو غادي يبان لي لا ديفيزيون، كانت فولس ما غاديش تبان لي لا ديفيزيون. اون فوا جو كليك سور لو بوتون اجوتي خاص هاد اوبن اللي تبدل ليطا ديالها. دونك اشنو غادي ندير، غادي نجي هنايا ونستعمل ديريكتيف في تيري دو 6 اون دو بوان كليك، وغنافيكتي ليها شنو، غنافيكتي ليها لا فاريابل ديالنا اوبن، وغنبدل ليها ليطا ديالها من فولز لترو بهاد الطريقه هادي. سي بون، دونك سوا تستعملوا هاد ديريكتيف في تيري اون، سوا ديروا تو سامبلومون ات بالطريقه هادي. دونك دابا غادي نمشي وندير ريفريش، ما غاديش يبقى يبان ليا لو فورمولير، واه ولا كاشي، مي اون فوا جو كليك سور اجوتي غيبدا يبان ليا. سي بون، دابا خصنا نحاولو اونغيستريو اون نوفيل اكسبيريونس، وباش نديرو هاد لونغيستخومون هادي خصنا ناخدو اون كونسيديراسيون داكشي اللي هو مكتوب عندنا في هاد ديزينبوت ديالنا. دونك هنا فين غادي نستعملو الداتا بايندين، هو اننا غادي نكريو ان اوبجي وغنليو مع لو فورمولير ديالنا. هانتوما لاحظوا معايا، غادي نرجع لفيو جي اس ونكريي هنايا اون فاريابل غنسميها مثلا اكسبيريونس، غادي نافيكتي ليها ان اوبجي فيد. هاد لوبجي هذا parmi les informations اللي كاينين فيه هو الاي دي، هاد الاي دي غنينيسياليزي بلو فيد اولا بلو زيرو، وغادي خصنا كذلك لو سي في اي دي تايتل اوسي اولا تيتر، غادي نينيسياليزيو اون شين فيد. اشنو خاصنا اخر، خاصنا البادي، دونك بادي تا هو غادي يكون سو فورم اون شين دو كاركتير فيد. دونك بهاد الطريقة هادي اي دي سي في اي دي تايتل بادي، غي خصنا عاوتاني جوج ديال ليزانفورماسيون اللي هو دات ديبي و دات فان. سي بون، عندنا ستة ديال ليزانفورماسيون. دونك دابا غادي نديرو الداتا بايندين ما بين هاد لا فاريابل اكسبيريونس اي لو فورمولار ديالنا. La variable est expérience, donc on va créer directive vmodel. Donc on a les 4 informations. V tiré de 6 modèle. Donc on a la variable diana est expérience. Point. L'eau là est titre. Donc on a le champ ou l'input à la variable titre. Le deuxième est à body. Le troisième est début. Ou le quatrième. La quatrième information est fin. C'est bon. Donc, d'abord, il y a automatiquement la variable expérience. D'abord, on a data binding. D'abord, j'ai le temps de créer une autre méthode qui nous permet de persister les informations de la base de données. Donc, هذه هي la fonction de get experience. غادي نسميها واحدة أخرى add experience. C'est bon. C'est une fonction aussi. Car les fonctions sont déclarées في l'objet methods. Donc, غادي نستعمل axios. Dot. هنا غادي نبوست ما غاديش نكيتي. و URL ديالي هو على هاد الشكل هذا URL plus slash شنو add experience. دونك البوست فيها دوز ارغيمون، الارغيمون الاولاني فيه لو URL، و دو دوزيام فيه الداتا اللي غادي نونفاييو في البوست. دونك انا باش نوصل لهاد الداتا اللي عندي فين، عندي في لوبجي اكسبيريونس هو هذا. وباش نوصل لهاد لوبجي اولا هاد لا فاريابل غادي نستعمل لوبيراتور 10 اي لو نو ديال لا فاريابل اكسبيريونس. سي بون، دونك غادي ندير هنايا دان، وغادي نديرو كذلك الكاتش. دابا
اشنو خاصنا نمشي نكريو اون روت اللي هي دابا كريتها روت بوست اد اكسبيرينس اللي ليتها مع اون ميثود سميتها اد اكسبيرينس فين في لو سيفي كونترولر. دونك غادي نمشي نحاولو نكريو هاد لا فونكسيون هادي. دونك غادي نجي تحت الجيت ريسبونس ونكريي لا نوفي فونكسيون بوبليك فانكشن اد اكسبيرينس و اد اكسبيرينس اللي تهمني فيها هنايا خاصني الريكويست و غادي نانستونسي منها ان اوبجي نسميه ريكويست. سي بون مزيان. الوغ شنو بغينا نديرو هنا؟ بغينا نبيرسيستيو اون اكسبيريونس. دونك غادي نكري اون فاريابل اكسبيريونس مناش من لا كلاس اكسبيريونس بوان فيركول titre غادي نافكتي ليه داكشي اللي عندي في الريكويست titre حيت عندي ان شون سميتو titre فين في لو فورمولير اولا في لا فاريابل اللي تنونفوي حنايا فيها لي زيكسبيريونس. اوكي عندي فيها ان اتريبي سميتو تايتل اولا titre باردون. دونك هنا ندير اكسبيريونس كذلك وندير تيري دو 6 وندير بادي نافكتي ليها داكشي اللي عندنا فين في الريكويست ou le champ ou l'attribut body. La même chose pour date fin et date début. Donc on a de retourner le résultat. Donc de return response il y a sous forme d'une fonction à un objet pardon et l'objet fait la fonction smitha json. واش جيزون غادي نحاول نافكتي لي ان تابلو لي غيكون فيه دي زانفورماسيون منهم ليطا بوسكو دي باسينا لو سيف سي تادير كو لا تونغوجيستري هادشي افيك سوكسي. دونك غادي نافكتي لي هنايا لا فالور ترو وغي خصنا اون اوتر انفورماسيون لي هو الاي دي ديال اش اي دي ديال ليكسبيريونس اونغوجيستري مكلينا لو كوبيلو عن طريق لوبجي اكسبيريونس. ما تنساوش هنايا البوان فيرغول سا مارش تري بيان. اش نو غادي نديرو دابا؟ دابا غادي نمشي نتاكد انا من هاد السي في اي دي واش تتعمر او لا لا. غادي نرجع للشو دوت بليد وهنايا غادي نحاول انيسياليزي هاد السي في اي دي دون فاسون اوتوماتيك. دونك غادي ندير ويندو ويندو دوت لارافيل دوت اي دي اكسبيرينس. هذا سي لو اي دي ديال لو سي في. دونك انا غلطت درت هنا اكسبيريونس الاخر نبدلوها. وليني هنايا كرينا دابا هاد لا فونكسيون كيفاش نورمالمون غاتيكزيكوتا. تري بون كيستيون. غادي ناخذ هاد لو نون ديال هاد لا فونكسيون هادي وغادي نحاولوا نمشيو نكونسوميوها. فين غنكونسوميوها؟ لقيتها ملي غنكليكي على لو بوطون اجوتي اللي كاين عندي في لو فورمولير اللي هي هادي. دونك غادي نكري هنايا نستعمل ديريكتيف ات كليك on affecte les le nom de la fonction add experience. Excellent. Donc d'abord on va نمشي on dit refresh on شوف واش غادي يوقع. هنا تيقول لي كاين عندنا erreur في la ligne 126. on نمشي on شوف واش نوا لو problème. donc نرجعوا لو كونترولور ديالنا 126 هي هادي. اه وي نسينا الدولار. غادي نمشي دابا ثاني ندير refresh on شوف لو résultat. Voilà, allez, cliquez d'abord à ajouter. Nil d'abanaya, un titre formation Laravel et VUGS. On dit naya un contenu, nacht matelan naya had le texte, hada. On dit une date. Date début, date fin. On clique à ajouter. Alors, on chauffe au débat à chnouka, nil l'inspection. Cliquez à la console. هنا عندي ان بروبليم URL is not defined. وي ايفيكتيفمون هنايا خاصنا نديرو ما نكتبوش توكور URL خاصنا ضروري ما نديرو ويندو دوت لارافيل دوت URL حيت ايفيكتيفمون ما عندناش اون فاريابل سميتها URL. هذاك سيت ان اتريبي عندنا في لوبجي ويندو لارافيل. الوغ دو نوفو غادي نحاول نعمر هنايا هادشي هذا. Je clique sur ajouter ou là dans ma liste l'état true ou l'ID de l'expérience enregistrée. Nous sommes sûrs que dans
Galina, l'expérience, il y a numéro 39. Effectivement, rien. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on va dire? Puisque tu as enregistré la chose bien, on va supprimer les lignes Kamlin. Ok, on a déjà des petites modifications sur le code. Donc, là, je vais te dire des petites modifications. Je vais te dire des modifications, les radindir. Il faut être enregistré à le formulaire automatiquement. Et vous les cachez. Donc, allez, déjà le code. Ou radin le résultat d'IL response. Radin toisa la had l'état. Donc, radic l'état, radin consommé wahnaya. Ça faut bien le retour d'IL response add, tire retourne l'inéna, juge d'IL les éléments. L'état et l'ID. Donc, avec l'état, on va utiliser là. Donc, on va dire response.data.data. Avec l'état qui est maintenant, on va retourner soit true, soit false. Donc, là, il y a true, c'est-à-dire que nous allons dire, on va fermer le formulaire. Le formulaire, tu as fait une variable, qui est open. Donc, on va affecter la fête le cas false, best ferme automatiquement. Ok, on me bête. Brina ajouter ou d'ac l'expérience au niveau du formulaire fin le tableau dit les expériences yani chno bnan ndiro bnan injecter ou had la variable hadi experience ou le tableau experiences donc chno bnan ndiro غادي نستعملو واحد la fonction qui est عندنا في javascript qui est push غادي نبوشي au fin la variable experience push ou l'argument d'IA ou la variable experience qui m'a dit qu'on a la variable qui est en data binding mais le formulaire donc avec les éléments qui sont dans le formulaire ou la data qui est dans le formulaire à la variable experience qui est sous forme d'un objet ou had l'objet ou les radins pochés ou le tableau experiences. Ok, donc nous avons d'abord le navigateur on a créé une nouvelle expérience. Donc un clic est là ajouté. On dit là, il y a une formation en G2E. Le body, on dit là, un bout de texte. On dit le content. On a data, ou la date début. On dit le 12. On dit le date fin, le 26. Le 26, on clique là ajouté. OK, donc il a rebut le texte. Ralqa formation J2E Zatlina automatiquement blam mandiro refresh la page. Ou hadi, c'est la chose la plus importante en Vue.js. Donc, mchi ou la base de données, t'akdon choufou wesh ajoutat li had la formation ou la had la nouvelle expérience et formation J2E avec succès, pas de problème. Donc ça marche très bien. غير هو المشكل اللي تيوقع هنايا هو ان اي حاجه تنأجوتيوها تتأجوتا في لا فان دو لا ليست. حنا بغينا مثلا اجوتي في لو ديبي ديال لا ليست. دونك اش غادي نديرو؟ كاينه واحد لا فونكسيون جافا سكريبت اللي سميتها ان شيفت. ان شيفت تاجوتي في لو ديبي ديال لا ليست والبوش العكس ديالها. نمشيو دابا النافيغاتور نديرو ريفريش اون كليكيو على اجوتي. On dirait une nouvelle formation, Mattel, une nouvelle expérience. Formation en .NET. Donc, nous avons un bout de texte, l'expérience a dit, on dirait un level body, la même chose, on dirait date début et date fin. Cliquez voilà, ajouter, ou l'artomaria, n'aïa fin radit ajouter l'ina, fougue d'expérience angulaire, c'est ajouter la nouvelle expérience. Voilà, il y a formation en .NET. Il y a une la base, on donne un refresh, radi le qawa. Donc, c'est ce qu'on a impeccable. D'abord, il y a un petit problème. Une fois que tu as l'enregistrement, ma y a un petit mouchkil, ou il y a cliqué sur ajouter, il y a le formulaire, baqi amr, la dernière expérience, c'est un grand problème. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? غادي نرجعو للكود ديالنا وغادي نمشي للساكسس اولا الدن ديال اكسيوس وهنا غادي نحاول انيسياليزي لا فاريابل ديالنا اللي هي ديس اكسبيريانس باش غانيسياليزيوها هانتوما غتشوفوا دابا غادي بعد ملي غنبوشيوها حنايا في اكسبيريانسز غنحاولوا انيسياليزيوها باش غانيسياليزيوها غانيسياليزيوها بديك الانيسياليزاسيون اللي دايرينها هنايا فوالا
Voilà. هكذا نكونو initialisina من جديد la variable experience. Donc, اش نغادي نديرو دابا؟ غادي refresh. غادي نكريي une nouvelle experience. مثلا information. En Adonis JS. On dit on a avoir dit. Cliquez de balle ajouter. Ah, il y a formation en Adonis JS. Il y a un clic à l'ajouter. Maralka, je te suis à Zabaka, n'a pas tout le formulaire. Ou Hekda, on connaît Salina la vidéo à la comment ajouter une expérience Laravel et Vue.js et Axios. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو بزاف 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 اللي باقي ما تابوناش معنا في لاشين يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا لي نوفوتي كان معكم محمد ابراهيم والسلام عليكم